بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم النهاردة برضو على الترانسبورت والتايبس اوف ترانسبورت. نتكلم على الباسيف ميكانيزم الترانسبورت خالص. اول حاجة خالص السيمبل ديفيوجن، قلنا رقم اتنين اسموزس، رقم تلاتة اللي هو الفاسيليتيتد ديفيوجن، كلهم فروم هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن، اما يكون من التركيز الاعلى للتركيز الاقل، سواء من الداخل للخارج او من الخارج للداخل. لو كان في بروتين يبقى في الحالة دي نسميه facilitated diffusion. لو بنتكلم على جزيئات مية نقول عليها osmosis. أول حاجة خلاص نتكلم على simple diffusion أو الانتشار البسيط. diffusion is randomly and freely movement، يبقى حركة بحرية، حركة حرة وعشوائية للجزيئات from the area of high concentration to the area of low concentration، يبقى من التركيز الأعلى للتركيز الأقل أو من التركيز الأعلى للتركيز الأقل from inside to outside أو from outside to inside. طبعا until they are equally distributed، يعني يفضل يحصل فيه انتشار من التركيز الأعلى للتركيز الأقل سواء كان من الخارج أو للداخل لحد ما يتساوى التركيز بتاع الجزيئات. في الحالة دي إيه؟ تقف عملية الديفيوجن، ما عدا جزيئات بس مية اللي هي جزيئات المية until even at the equilibrium، حتى عند الاتزان ما زالت جزيئات الحركة، جزيئات اللي هي المية بتتحرك بحرية من داخل خارج الخلية، لكن النت ريزلت اوف موفمنت اوف ووتر از ايكوال، لكن حركة المية سواء كانت داخل او خارج الخلية بتبقى متساوية. ليه؟ لأن المية هاز هاي كاينيتيك انرجي، فيها طاقة تتحرك عالية، عشان كده تتحرك من الداخل للخارج، لكن مستوى الكمية اللي تخرج الخلية تساوي الكمية اللي تخرج الخلية، وبالتالي يحصل فيه ما يحصلش فيه تغيير في سواء في حجم الخلية أو في شكل الخلية. diffusion passive way طبعا passive، ليه؟ لأن node need energy for transport like the gases والCO2 والأكسجين. الأسموزيس، الأسموزية برضو عبارة عن إيه؟ diffusion، لكن diffusion لمين؟ diffusion للwater across the selectively permeable membrane. يعني عشان يبقى عندك اسموزيس يبقى عندك لازم يكون في عندك ايه؟ عندك انفولفس ايش؟ اول حاجه الووتر طبعا لان هو ديفيوجن للووتر، لكن لازم يكون في سوليوتس، في املاح بيسموها ديسولفد سبستانسز اللي هي المواد المذابه. زي كان نوت ريدلي كروز البلازما ممبرين، دي لا تمر بسهوله من خلال البلازما ممبرين عشان تعمل فرق في تركيز، عشان يبقى في عندك ايه؟ تركيز المياه هنا اعلى من تركيز المياه هنا. ليه؟ لان لما تزيد هنا السوليوتس، لما تزيد السوليوتس هنا تقل هنا السوليوتس طبعا كده، يبقى على طول لما تقل السوليوتس تزيد المياه، ولما يقل تزيد السوليوت تقل الايه المياه، يبقى عندك الوقت السوليوتس دي لو هي فريلي كروز بلازما ممبرين يبقى ما يبقاش في فرق في التركيز، وبالتالي شرط اساسي ان يكون ايه؟ كان نوت ريدلي كروز بلازما ممبرين، وبالتالي لا تمر بسهولة من خلال الغشاء عشان تعمل فرق في تركيز المية، وبالتالي تبدأ المية تتحرك من التركيز الأعلى للتركيز الأقل، وفي الحالة دي بيسموها أسموزيس. يبقى الأسموزية هي عبارة عن diffusion of water molecules across the selectively permeable membrane من خلال الغشاء المنفذ اختياريا الموجود. وبالتالي ياخدنا الكلام ده ان احنا نتكلم على التونسيتي اللي هو التركيز. What is the concentration of the solutes in a solution versus the concentration of water؟ يعني تركيز الأملاح اللي عندك بتبقى عكس تركيز الايه؟ المية في المحلول اللي عندك. لو الـ amount of sugar أو salts اللي هي solutes يعني المواد اللي هي الأملاح المذابة دي، لو الـ solutes دي increase لو هي زادت في الخلية تلاقي الميه يحصل لها ديكريز، والعكس بالعكس لو قلت لك ان السوليوتس ده ديكريز يبقى على طول الووتر ده انكريز. ده معنى التونسيتي. يبقى ايه هو التونسيتي؟ التونسيتي ذا كونسنتريشن اوف سوليوتس ان ذا سوليوشن فيرسز ذا كونسنتريشن اوف ذا ووتر، عكس تركيز الميه. solution according to the tonicity، على حسب ما عرفنا التونسيتي دلوقتي، solution are divided into according to the tonicity into isotonic محلول منتظم التركيز، hypotonic محلول منخفض التركيز، and hypertonic محلول عالي التركيز. طيب ال isotonic solution محلول منتظم التركيز ده solutions with equal concentration of non-diffusible solutes، لازم تكون non-diffusible زي ما قلنا عشان تعمل فرق في التركيز، and the water both sides of the plasma membrane.
net movement of water between both sides is equal. So we say both are in equilibrium. عشان كده بنقول إن المحلول ده بالنسبة للمحلول ده في حالة اتزان. لو قلت لك إن دي RBCs كرة دم حمراء وده solution محلول وليكن saline solution محلول الملحي. لما أقول لك إن نسبة الأملاح اللي جوه هنا solute 3% وبره 3% بإيكوال، على طول تلاقي إن الباقي لو قلنا في 100% يبقى ده 97% 97% مية، واللي بره هيبقى 97% مية. إذا تساوى تركيز الصوليوس والأملاح خارج الخلية مع تركيز الصوليوس والمية داخل الخلية، يبقى في الحالة دي المحلول ده بالنسبة للمحلول ده isotonic solution، والمحلول ده محلول منتظم التركيز، وبالتالي النت موفمنت اوف ووتر محصلة حركة المية دلوقتي، وتركيز المية هنا التركيز المية هنا، والمية الوحيدة اللي هي عندها القدرة انها ات اكليبريم يعني في مرحلة الاتزان تظل ايه تدخل الخلية وتخرج للخلية، لكن الكمية اللي تخرج من الخلية هي نفسها الكمية اللي تدخل الخلية، وبالتالي لا يحدث تغير في شكل الخلية. يبقى الووتر ديفوجن ستيل اوكير ان بوث دايركشن ات اكليبريم، المية وانتشار المية ما زال يحدث في الاتجاهين بتوع الخلية عند الاتزان. قلنا ليه؟ لأن المية has high kinetic energy، عندها درجة أو طاقة حركية عالية، لكن النت result of movement of water is equal. لما قلنا محصلة حركة المية in and out is equal، وبالتالي the cell maintains its shape and the volume، وبالتالي شكل الخلية ما بتغسرش لما تضعه في محلول منتظم التركيز أو محلول زي saline solution محلول الملح مثلا، لو حطيت فيه كرات دم حمراء ما تتكسرش. ليه ما تتكسرش؟ ليه ما يحصلهاش تغيير؟ لأن المحلول ده isotonic solution، يبقى net movement of water is equal so there is no change، there is no change. النقطة الثانية اللي هو إذا قلنا طبعا saline solution 0.9% اللي هو كرات الصوديوم ده تركيزه 9% من كلوريد الصوديوم، يعني تاخد 9 جرام من كلوريد الصوديوم ده وتذوبه في 100 ملي من المية، يبقى انت كده عملت محلول ملحي و 9% تركيزه، لا يبقى اكتر من كده ولا يبقى اقل من كده، يبقى ده على طول ده isotonic solution. يبقى when you put RBCs in saline solution او in صوديوم كلوريد ويجيب لك التركيز 0.9% يقول there is no change. ليه there is no change؟ لأن النت movement of water in and out is equal. البادي فلويدز مستوى المية الموجودة داخل الايه الخلية، كل البادي فلويدز كل سوائل جسمك لازم تكون ايه isotonic solution، زي الايه البادي فلويدز زي تيشو فلويدز المحيط بالخلايا زي البلازما الموجودة في الدم بتاعك، كلهم لازم يكونوا ايه isotonic solution so maintain the shape of the cell and the size of the cells. ليه؟ لان net movement of water is equal. A solution with equal solutes concentration and compared to another solution ده بسموه isotonic solution، يعني محلول عنده تركيزات solutes equal to another solution، بالشكل ده المية اللي تخرج من الخلية قد المية اللي تخرج من الخلية، عشان كده قلنا no change. الحالة الثانية اللي هي الhypotonic solution محلول منخفض التركيز. كلمة hypo على طول تنسبها لإيه للsolutes، يبقى hypotonic معناها lower concentration of solutes and على طول زي ما قلنا بالتونسي طالما في solutes قليلة يبقى مين اللي يكتر على طول الwater concentration، يبقى hypotonic solution معناها low concentration of solutes and high concentration of water. ده طبعا زي distilled water الماء المقطر بيتشيلوا منه الأملاح وبالتالي تبقى كمية الماء أكتر من كمية الأملاح، وده محلول منخفض التركيز، تركيز الأملاح اللي فيه قليلة. So water flows or diffuses inward the cell from high concentration of water to low concentration of water inside the cell. So much water enters the cell so the cell expands, swell or even bursts. يعني لما أول ما تدخل كمية تتمدد الخلية وبعد كده تنتفخ وبعد كده ممكن يحصل لها bursts تنفجر. يبقى ده لو قلت لك إن ده في solute 3% وهنا 1%، يبقى كمية الأملاح هنا قليلة وهنا كمية الأملاح كتيرة، يبقى هنا كمية المية اللي هنا 97% يبقى أكتر، وهنا كمية المية اللي هنا
تبقى 99% تبقى هنا تركيزها طبعا في الخارج اكتر، لو ان دول 100% ودول 100%، يبقى كمية المياه اللي بره اعلى من كمية المياه اللي جوه الخلية، وبالتالي يحصل ترانسبورت ديفيوجن للمياه from outside the cell to inside the cell، وبالتالي لو دخل كمية قليلة يحصل اكسباند، كمية اكبر الخلية يحصل لها سويلينج تنتفخ، ولو اكتر من كده يحصل لها بارستيس، وده ممكن يسبب هيموليسيس. مثلا لما تحط كرة الدم الحمراء في الديستال سوليوشن، ايه اللي يحصل؟ ديستال ووتر، ايه اللي يحصل لها؟ على طول يحصل لها اكسباند او بارستيس وتنفجر، ويحصل لها هيموليسيس، ويحصل له تحلل لكرات الدم الحمراء دي. يبقى solution with lower solute concentration compared to another solution، في الحالة دي يحصل transport لل أو diffusion للwater from high concentration to low concentration، وبالتالي اللي يحصل للسيل يحصل لها paracetes أو تتحلل على طول. النوع الثالث اللي هو hypertonic، وفي الحالة دي ال hypertonic ده محلول has high concentration of solutes، يعني في تركيز عالية من الأملاح، يبقى على طول low concentration of water such as the brackish water أو salty water زي sea water مثلا مية البحر. لما تضع ال RBCs نفسها كده داخل محلول عالي التركيز، الأملاح اللي فيه عالية، يبقى كمية المية قليلة، وبالتالي يبقى المية داخل الخلية أعلى من المية خارج الخلية، يحصل لها diffuse out the cell, diffuse out or flows out from the area of high concentration of water inside the cell to the low concentration of water outside the cell، وبيحصل وبالتالي يحصل للخلية يحصل لها shrinks يعني الخلايا، أو shrivels يعني الخلايا تنكمش نتيجة خروج كمية كبيرة من المية من الخلية، وبالتالي الخلايا يحصل لها انكماش في الحجم. If red blood cells لو خلايا كرات الدم الحمراء، كرات الدم الحمراء حطيتها في المية اللي هو في البراكش ووتر أو سي ووتر أو hypertonic solution، يحصل لها كرينيشن يعني تتقرن من الشكل ده نتيجة خروج المية من الخلية أكثر من اللازم، ويحصل لها انكماش. فلو خلية تانية تقول عليها shrinkage أو shrivels، لكن كرات الدم الحمراء تقول عليها كرينيشن أو تقرن. يبقى الهايبرتونيك سوليوشن ده عبارة عن greater solute concentration compared to the another solution، وبالتالي المية تخرج من الخلية، وبالتالي يحصل الRBCs يحصل له shrinkage أو shrivel، أو زي ما قلنا بيسموها الكرينيشن أو التقرن بالشكل ده. These changes have occurred due to the osmotic pressure، عملية خروج المية ودخول المية للخلايا اللي بيتحكم فيها الضغط الاسموزي للخلية، زي ما قلنا قبل كده. ليه هو الاسموتيك بريشر؟ ان this force دي عبارة عن قوة exerted on selectively permeable membrane، هذه القوة يتعرض لها غشاء منفذ اختياريا. ليه؟ لان المية move from high concentration to low concentration، عشان المية بتتحرك من high concentration to low concentration تخلق قوة، القوة دي بيسموها الضغط، بيسموه الضغط الاسموزي. لو وضعت الخلايا في isotonic solution يبقى the net movement of water is equal so there is no change، الكمية اللي داخلة قد الكمية اللي خارجة، يبقى ما يحصلش تغيير في الشيب ولا في السايز. لكن لو حطيت الخلية في hypotonic solution محلول عالي منخفض التركيز، يبقى كمية الماء أعلى، وبالتالي كمية الماء تدخل للخلية وسبب انفجار في الخلية تتكسر، يحصل lysis hemolysis لكرات الدم الحمراء. لو في ال hypertonic solution leave the cell which shrivels، أي خلية نقول عليها shrivels كمية ما بتخرج بتنكمش، لكن في كرات الدم الحمراء بنقول عليه crenation حصل لها تقرن، ده شكل في كرات الدم الحمراء. وال isotonic no solution، ال hypertonic يحصل crenation، وال hypotonic solution يحصل lysis للخلايا أو يحصل hemolysis لكرات الدم الحمراء، وده شكل no change the lysis، واللايسز لأنها انتفخت، وده يحصل له كرينات بدأت تتقرن كده، ويحصل فيها تقرنات نتيجة كمية المياه اللي خرجت منها كبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.